زيد. لا 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 هاي نحي انا تتسوى داك الفرق مش عادي وليلة زكحة عندي طلب ليلة زكحة اسمعوني 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 عندي تقريبا اربع سنين ما لعبتش على ركب وقرنين اربع سنين نوزولي على ركب وقرنين بدنا عادي وليلة زكحة اسمعوني جاي كوثر البردي لا 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 صفقوني على كوثر البردي والله العظيم اسمع من رسائل من البرع علينا والله والله نسيب لحظة على يا اسكت عايش عايش المعلم يتكلم يا اخو بخاطرك ليه يا اخو بخاطر محليك يا كوثر والله شرف دير يا دير شنو ربي نجحه ويفوقه عليه ليه ليه يهبل يهبل ومحليه بيان سور بيان سور اسمعني جعفر شفناه ممثل شفناه منشط لكن يوم جعفر حاج اخر عاود لك جعفر معناها الممثل هذيك ما عادش مستحق باش يثبت انه ممثل هو ممثل ممتاز نقعدوش لاخر العمر يثبت لي هو ممثل ولكنه هو اليوم مزج بين الممثل الرائع واحساسه هو كانسان دونك مش ماخو حقه في تونس لا تو ياخو حقه مح فما حد شيء بعيد حق فلت اليوم اي فلت اليوم نص لا لا حقه ما يبيعش باش ياخذه بقدره ربي كل شيء ما يبيعش يا كفر شريك في النص الكل كله السبكتاكل كله حلو لا لا هو كله كله 200 جرام سيد شوف هو الممثل الباهي النص حتى كيكون متوسط عند الممثل الباهي باش يولي نص قوي دونك هو محليه هو محليه وعدول شو مدخل عدول عند عدول هذيك هذيك الحب حاجه اخرى يا عايشك يا ابو زيد الجار يرحم هو صاحبي اخوي نعرف الناس اللي جت اليوم واللي فرحت اليوم واللي ضحكت اليوم واللي صفقت اليوم واللي تألمت اليوم انا نعرف ايش قاعد نحكي عرض اليوم راهو حاجه اخرى راهو اما كي تشوف زميلتك كوثر البردي انا نعرفها شكون في الصفوف الاولى ما استدعيتهاش انا مرا كبيره برشا فنانه كبيره برشا في البلاد كي نشوفها في الصفوف الاولى انا ما استدعيتهاش نلقاها تمشي على كبار والله العظيم ان شاء الله ربي يبارك لك يحفظك كالنواره الله يرحم الام اللي جابتك يعيشك يا كوثر عايشك ايه هذه على الاقل لا لحظه ام لا لا ام لحظه لحظه مدام بربي تحيه للامن تحيه للرجالين الامن الهضيم ما هو من عيلتنا هذه صاحبنا والامن اه لميا لميا تحيه الامنيه لميا هذه يرحم الام اللي جابتك بربي صفر اوه الحب وكلا دارة أعظم من ياسين أسمعوني عدي جدي أكثر حاجة يكرهها هي الكلاب حاشاكم يعني برشا يعتقدوا لي الكلب وفي بالنسبة لي أنا مدام الكلب كلب تحكي لي حتى حكاية جدي يكره الكلاب قولوا لي علاش لخاطر حياة عمره أكثر من 80 سنة ربي في الكلاب وكلهم شربهم غلطهم عشعشهم وردهم كلاب آخر عمره كي ضعف داروا عليه عضوه نهشوه لحمه أربع أنواع متاع كلاب ربيهم جدي في سنيد خضرة سارحين توا صدقني أربع أنواع كل حاجة في سنيد خضرة إحنا مالي الثانية ساكتين والكلاب تتكلم في سنيد خضرة إحنا مالي الحق ساكتين يا الدين والكلاب صدقني تتكلم ها شو وريك شو وريك أربع أنواع متاع كلاب ثم كلبي عيط لك كلبي طردك كلبي عمل روحه ما في بالوش لا شاف كلارات وكلب اخر ما عاجبه شيء باش نبدا بالكلب اللي عيط لك في الثانيه بتاع خضر اهو اسمع ياش ياش انت تخاف منه تمشي له والكلب يغتر برا برا برا
جاي سنين اخرى نمشوا نجوا نجوا نمشوا نمشوا ما فهمنا شيء ما فهمنا شيء جا كلب غادي قلت على الاقل هذا يفهم قلت خويا عاد قال امشي وعاد قال اجا اخطر كلب فيهم اللي ما عاجبوش شيء مسمينه سنفور غضبان هذه مثلا تقول له تقول له مثلا خذيت الدكتوره على بابا هو هذه العيلة والسين جارب يسافرت قبل ولا عرضت جارب شو ماشي جاي يا خمارة ببالك كرش توجع طول العجل بس الأخرى يرحم الله مريجة مش لازم النسان شو مش لازم هو خالي كيفاش يرى تونس كيما مرة واش نحن في تونس يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب روح الميت يا رب 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 يوبا توحشتها خرجت الطيارة من ألمانيا برلين ساعة ساعة وربع ساعتين حلق الواد تتراب العينين الريحة 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 بلادي بلادي توحشتك تونس توحشتها توحشتها تونس توحشتها بكبارها بصغارها بعلمها بعلمها بعلمانيتها بصفتها بجبحها بجمعتها ببارها بكارها بردارها توحشتها توحشتها تونس توحشتها بسماها بوطاها بعزيها بخراها توحشتها تونس توحشتها توحشتها تونس توحشتها بشيلاها تبروناها ببطلها كياساتها بلياجاتها بلواجاتها محفورها بلدها توحشتها تونس جيشها بحملها بحرسها بشرطتها بحمايتها توحشتها توحشتها تونس بمعلمها بتلبتها بطلبتها بفضلتها توحشتها تونس بصراخها محاميها بقضاتها توحشتها توحشتها تونس توحشتها بسياحتها بدون صدى مدارينا تبتفلتها بعرش تبتفلتها بسيدونا سيدونا توحشتها تونس بماها بدماها بشهداها